مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في قلب الحدث. حدث الليلة هو الملف اليمني، حيث يمر اليمن بمفترق طرق خطير للغاية هذه الأيام بعد سيطرة الحوثيين على عاصمة صنعاء وكل المراكز الحيوية للقرار السياسي في هذا البلد المضطرب. الأمر الذي دفع بالرئيس منصور هادي إلى الاستقالة هو ورئيس وزرائه في ظل قيام الحوثيين بمحاصرة القصر الرئاسي وبيت الرئيس ورئيس الوزراء أيضا. ميليشيات جماعة الحوثي قامت بإجراءات أمنية غاية في الخطورة، مما يدل على أنها أصبحت الرقم القوي، مما أدى إلى انهيار الدولة وبروز مخاطر كبيرة من اندلاع الحرب الأهلية. في ظل هذا التوغل للحوثيين اليمنيين نزلوا أيضا إلى الشارع للاحتجاج على هذه الإجراءات التي تقوم بها ميليشيات خارجة عن قوانين الدولة اليمنية، ليقوم الحوثيون بقمع المحتجين من خلال الاعتقالات الواسعة لمعارضيهم. أمام هذه التطورات الخطيرة أيها السادة، ما هي أبعاد ما يحدث في اليمن؟ وإلى أين تتجه الأمور؟ وما هو الدور المنتظر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟ وهل بقى دور للعرب في توقيف النزيف اليمني؟ هذه الأسئلة وأخرى نحللها في حلقة اليوم من برنامج في قلب الحدث، حيث ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي إياد أبو شقرة. لكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل. كرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الأستاذ إياد أبو شقرة. أستاذ إياد، أهلا ومرحبا بك. بداية، ماذا يحدث في اليمن الآن وإلى أين تتجه هذه التطورات؟ ما يحدث في اليمن اليوم هو عمليا انهيار دولة ودخول اليمن في نفق تختلط فيه العوامل الإقليمية مع العوامل الداخلية. الوضع الدولي طبعا لا يساعد كثيرا على لجم الانحدار الهاوية، والمعطيات الإقليمية تساعد ديناميكيات الزحف الحوثي للهيمنة على الأقل على نصف اليمن. ما نشهده اليوم انهيار كامل للدولة، انهيار كامل لمؤسسات الدولة التي أمهن الحكم السابق بقيادة علي عبد الله صالح في تدميره وتحويله إلى مزارع محسوبية لمصلحته، وحول الجيش إلى ألوية ذات ولاءات خاصة وقبلية. وما نحصله اليوم هو أيضا نتيجة طبيعية جدا للطموح الإقليمي الإيراني الذي لا يبدو أن هناك ما يعيق تقدمه في المنطقة تحت شعارات نجح الحكم الإيراني في تصنيعها وترويجها وبيعها حتى إلى العواصم الغربية الكبرى النافذة. يبدو أن أستاذ نعم. هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أستاذ إياد، يعني استقالة الرئيس اليمني ورئيس وزرائه يترك فراغا رهيبا في السلطة باليمن. السؤال هو، من سيملأ هذا الفراغ الخطير في رأيك؟ حاليا ما يبلغ الفراغ السياسي هو الواقع على الأرض. يعني الرئيس هادي لم تكن له بقواه ذاتية أي ميزة ثقل سياسي فعلي. الجيش بعد تمزق الجيش ومن ثم بعد هزيمة عمران وبعد الانهيار التدريجي الذي لاحظناه مع زحف الحوثيين جنوبا نحو العاصمة واحتلالها ومن ثم دخولهم حتى على المناطق الساحلية، الحكومة نفسها ما عادت بقواها ذاتية قادرة على الصمود. لقد كان هناك شرعية معينة للرئيس هادي تكمن في أنه يحصل على الدعم والتزكية من مجلس التعاون الخليجي بموجب المبادرة الخليجية، ويحصل على الدعم الدولي الشرعي عبر الوسيط الدولي جمال بن عمر، ولكن
قواه الذاتية ليس لم يكن لديه أي قوة فعلية لتضمن سيطرته على الأرض. السيطرة الفعلية على الأرض تعمنت الحوثيين، لأن الحوثيين في علاقة تحالف استراتيجي مع قوة إقليمية أساسية لا تجد من يردعها حاليا. ولكن أيضا أستاذ إياد، يعني الساحة السياسية باليمن هي الأخرى تعاني فراغا خطيرا، يعني في رأيك لماذا آلت الأمور إلى هذا الفراغ السياسي؟ هناك تراكمات عديدة، أعتقد أن جزء كبيرا منها يعود إلى السياسات الخاطئة التي مارسها الرئيس صالح أولا. الأمر الثاني هو التداعيات الانفصالية والنزاعات الانفصالية في الجنوب التي أخذت عدة أشكال تتراوح بين أقصى اليسار وأقصى اليمين. هناك أيضا نمو تيار إسلامي صار شريكا في السلطة، وبعض قوى السلطة تعاونت معه ضد قوى أخرى. وثم عامل إضافي هو انهيار القاعدة الأساسية التي كانت تشكل رافعة للحكم، حكم علي عبد الله صالح الذي استمر لبضعة عقود، وهو الاعتماد على قبيلة حاشد خصوصا الشيخ علي بن حسين الأحمر الذي كان يتمتع بمواهب قيادية سياسية لا تنكر. هذه المواهب القيادية السياسية لم تكن تتوفر عند أبنائه، ومن ثم تفسخ القاعدة الحاشدية التي كانت متماسكة ومترابطة، تفسخها أدى إلى ضعف القاعدة التي كان يعتمد عليها، ومن ثم أصبح الجنوب الانفصالي أشد قوة، القاعديون أكثر حرية في الحركة، والشمال الحوثي أكثر عنادا وطموحا للهيمنة. كان طموحه الأساسي أساسا هو الحصول على منفذ إلى البحر في ميناء ميتي. الآن أصبح لا يكتفي بالهيمنة على اليمن الشمالية بأسرها، إنه يطمح الآن كما سمعنا في آخر الأخبار إلى إعطاء إيران قواعد عسكرية في بعض الجزر في حنيش مثلا. إذن نحن الآن أمام مشهد متطور خطير جدا يؤكد التفكك الفعلي للدولة اليمنية بين أطراف لا يبدو أن لديها الرؤية الكافية للتوصل إلى ما يمكن أن يوقف هذا الانهيار. ولكن أستاذ إياد، يعني أمام العناد الحوثي كما ذكرت، يعني الشارع اليمني بدأ منذ أيام يصطدم بالحوثيين، وخرج الآلاف في مظاهرات قابلتها ميليشيات الحوثيين بالقمع. يعني السؤال هو هل ستقف الأمور في رأيك عند هذا الحد؟ لا أعتقد ذلك أبدا. طبعا علينا أن نتذكر أن حتى لو أخذنا المعادلات المذهبية القديمة بين الشوافع والزيود، الشوافع يشكلون أكثرية، ولكن الحوثيين بالذات انحرفوا عن الأساس الزيدي وباتوا الآن أقربوا إلى المذهب الشيعي الجعفري، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالضرورة بأغلبية كبيرة حتى في الشارع الزيدي، فما بالك في الشارع الشافعي. هذا ناحية. الناحية الأولى، الناحية الثانية أن قوة الحوثيين عمليا تتركز في النصف الشمالي من اليمن الشمالي الأصلي. لا وجود الحوثيين فعليا في كل منطقة حضرموت والمهرة وعدن. هناك واجهوا أزمة كبرى في التقدم نحو مأرب وتعز، وواجهوا معارك في إب، وهي من مراكز الشوافع القوية. إذن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد. بطبيعة الحال هناك جانب آخر لا يقل أهمية، هو المجتمع المدني. المجتمع المدني لا يمكن أن يقبل بقيادة مذهبية بهذا الشكل، ميليشيا طائفية بهذا الشكل، تدعو إلى ترابط عضوي مع النظام ولي الفقيه مثلا. بما يتعلق أستاذ إياد بسيطرة الحوثيين على أيضا العاصمة صنعاء، يعني تركت العديد من التساؤلات، وفسر الكثير الأمر بتفسيرات عدة. يعني هل فعلا يملك الحوثي قدرة لإسقاط النظام، أم أن النظام كان أصلا هشا ومعرضا للسقوط؟ أعتقد أن النظام أصلا كان ساقطا. الأمر الثاني هو أن علي عبد الله صالح كان الحليف المستتر للحوثيين لفترة غير قصيرة.
فجزء أساسي من سقوط صنعاء يعود إلى ولاء بعض القيادات التي كانت موارية لعلي عبد الله صالح، التي حولت ولاءها بموافقته طبعا ومباركته للحوثيين لكي يستعيد بعض من نفوذه ولكي يغفر له بعض ذنوبه. طيب أستاذ إياد، يعني كما ذكرت بالدور الإيراني في اليمن، يعني أصابع الاتهام فيما يفعله الحوثيون باليمن توجه إلى إيران، يعني ما الدور الإيراني في سيناريو التوغل الحوثي في اليمن؟ الدور الإيراني ليس مركزا على اليمن، الدور الإيراني أيضا ليس وليد البارحة. الدور الإيراني بدأ منذ بزوغ الثورة الإيرانية في موضوع تصدير الثورة، وعلينا أن نتذكر ذلك. كان من مشروع آية الله الخميني تصدير الثورة، وما يحصل الآن هو أن لإيران نفوذ أساسي وجوهري في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، هذا لا مجال لإنكاره. إيران تحاول أيضا أن تلعب باستقرار الخليج في موضوع البحرين، لديها أصابع تلعب وتحاول أن تلعب بأمن الخليج. هناك أحداث العوامية في المملكة العربية السعودية أيضا ثم من يشير بأصابع الاتهام إلى تدخل إيراني مباشر. إذن المسألة لا تقتصر على اليمن بحد ذاته، بل تتعدى ذلك إلى التصور الإيراني المتكامل لدور إيران الإقليمي كقوة إقليمية أساسية. بما يتعلق بوحدة اليمن، يعني جنوب اليمن أستاذ إياد، يعني قاب قوسين أو أدنى من الانفصال، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على البلاد، يعني هل نحن في نقطة لا رجوع بالنسبة لتقسيم اليمن؟ يعني يبدو أن ثمة قوى دفع تسير بهذا الاتجاه. هناك بطبيعة الحال الوحدة اليمنية ما كانت تتحقق لولا قبول جنوبي كبير بحلم الوحدة. يعني الجماعات التي فرضت الوحدة كان الجنوبيون مكونا أساسيا فيها، وهم الذين سعوا إلى الوحدة من مطلقات قومية معروفة، لأنه اليمن الجنوبي لفترة طويلة من حياته المستقلة كانت تحت قيادة الجبهة القومية التي تحولت بما بعد إلى تيار ماركسي، ولكنها جبهة قومية تؤمن بوحدة اليمن. فما كانت الوحدة اليمنية لتتحقق لولا قبول الجنوبيين. المشكلة أن ممارسة السلطة شماليا أدت إلى نفور كبير عند الجنوبيين، وشعر الجنوبيون أنهم خذلوا وأن القيادة علي عبد الله صالح أساءت إليهم ولم تحترم تميزهم ولم تحترم حقوقهم، وبالتالي نشأ التيار الانفصالي وتقوى. المشكلة الآن في الجنوب ذات بعدين، البعد الأول أيديولوجي، هو أن هناك تياران قويان في الجنوب، التيار اليساري التقليدي الذي يمثله جماعة علي سالم البيض وما تبقى من الجبهة القومية مثل علي ناصر محمد، وهناك التيار القاعدي. ومن ناحية أخرى، أن صحيح أن الغالبية العظمى في الجنوب لا تتلو الانفصال، ولكن الإيرانيون أيضا لديهم نفوذا على بعض القوى الفاعلة في الجنوب، وهذه مفارقة سياسية كبيرة تخلط التكتيك بالاستراتيجية. طيب أستاذ إياد، يعني زعيم الحوثيين يقول أنه يريد انتقالا سلميا للسلطة، يعني ما مدى مصداقية هذه الدعوة باعتقادك؟ أعتقد أن مصداقية ما يقوله عبد الملك الحوثي ليست كبيرة جدا. لقد سمعنا الكثير من الوعود البراقة حول أن الحوثي كل ما يطلبه الحوثيون هو الاستقرار وهو الحقوق وغير وما شبه ذلك، ولكن الواضح جدا أن القرار الفعلي للحوثيين ليس لا في صعدة ولا في صنعاء، القرار الحوثي الحقيقي للحوثيين خارج اليمن. طيب أستاذ إياد، يعني لكن ألا تبدو دعوة زعيم الحوثيين للأحزاب السياسية للخروج من الأزمة في اليمن نوع من الضحك على الذقون، يعني في وقت تعبث ميليشياته قتلا وتدميرا في صنعاء وغيرها؟ لا شك في ذلك أبدا، الكلام شيء والواقع على الأرض شيء آخر. تستطيع أن تتكلم ما شئت، ولكن القوة الفعلية على الأرض هي قوة الحوثيين. يتصرف الحوثيون الآن في اليمن شئنا أم أبينا كقوة احتلال، وهم الذين يقررون وهم الذين يهاجمون الجامعات
يصادرون ويخطفون الوزراء ويتصرفون كما يشاءون ليتحدثوا عن الإصلاح السياسي ما شاءوا، ولكن الحقيقة على الأرض لا 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 لا, 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 لا توافق ما يذهبون إليه. ضربة أخرى أيضا أستاذ إياد يعني توجه للمساعي السياسية في اليمن، وتتمثل في فشل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في مشاوراته السياسية الأخيرة. يعني البعض يتساءل إلى ماذا يقود هذا الفشل في ظل الوضع الحالي. يعني ما في شك أنه نية جمال بن عمر طيبة، لا 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 أشك في لحظة في أن لديه النية الحسنة، وأنه يريد اليمن ما يريده كل مخلص عربي لليمن، ولكن أعتقد أنه لا يفهم اليمن كما يجب، ولم يبلور فكرة حقيقية للتعامل مع الأطراف اليمنية التي تغلب المصالح الآنية على المنظور الاستراتيجي المتكامل. جمال بن عمر ليس بمهمة سهلة، لكنه بدون شك فشل حتى الآن فشلا ذريعا. هل تظن أن الأمم المتحدة يعني أستاذ إياد يعني قامت بدورها في تطويق المعضلة اليمنية، أم أن دورها كان محدودا وغير فعال؟ باعتقادي دورها كان دورا تسكينيا أكثر مما كان دورا علاجيا حقيقيا. يعني وهذه ليست أول مرة، علينا أن لا نحمل الأمم المتحدة أكثر مما تتحمل. الأمم المتحدة في نهاية الأمر رهينة لقرار 5 دول لها حق الفيتو وتتصرف وفقا لمصالحها. يعني الأمم المتحدة لم تنجح في سوريا ولم تنجح في ليبيا، فلماذا نتوقع منها أن تنجح في اليمن؟ وأيضا بدون أن ننسى ذلك أطلاقا، أمام الأمم المتحدة أزمة شائكة منذ 1948 هي أزمة فلسطين، ولم تحل الأزمة ولم تحل هذه الأزمة أبدا. إذا تحميل الأمم المتحدة ما لا يجوز تحميله له، أعتقد أنه خاطئ. ما هو دور الولايات المتحدة وأيضا دول الغرب فيما يحصل في اليمن باعتقادك أستاذ إياد؟ الولايات المتحدة حددت أولوياتها منذ فترة حوالي أعتقد بضعة أعوام، وهي محاربة الأصولية القاعدية وكل ما يمثل القاعدية بصلة. وللأسف يبدو أنها تركز على الظاهرة أكثر ما تسكب أكثر مما تهتم بعلاج جذور المشكلة. مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تعرضت إلى صدمة كبرى بأحداث 11 سبتمبر، هذا لا يجوز التقرير من شأنه. وبالتالي انشغال الولايات المتحدة وانهماكها بموضوع القاعدة أمر مبرر. المشكلة أن القوى الكبرى لا تستطيع أن تتعامل مع كل التحقيقات السياسية العالمية من منظار واحد ومن ثقب باب صغير من دون أن تفهم المسببات والمحفزات والظروف الموضوعية المحيطة بكل أزمة. القاعدة لم تنبت هكذا بطريقة عفوية، هناك ظلامات معينة وظروف معينة وملابسات معينة أوجدت الفكر القاعدي وساعدت على خلقه، وثم ظروف سياسية خلقت بيئات حاضنة لهذا النوع من الفكر المتطرف الانتحاري. الولايات المتحدة حتى الآن يبدو منهمكة بمعالجة العرض الخارجي، هذا ما نراه بسوريا أيضا. يعني لا تريد أن تعالج أساس المشكلة بل تركز جهودها على العرض. في اليمن هناك أزمة وجود دولة، هذه الدولة معدلة بالتفسخ، أن تساعد تطرفا معينا في جهة لمكافحة تطرف آخر مقابل لن يحل المشكلة. التطرف لا يمكن إلا أن يشجع التطرف، ولا يمكن إلا أن يخلق تطرف مقابلا. العلاج التطرف هو بإلغاء أسبابه وتشجيع ظروف ترويج الاعتدال فقط. ما الدور المنتظر أيضا أستاذ إياد يعني من دول المنطقة يعني وخاصة المنظومة الخليجية لوقف النزيف اليمني؟ لقد جربت الدول الخليجية معالجة الأزمة اليمنية عبر المبادرة الخليجية المعروفة، وتلقت وعودا وحنثت بعض الأطراف اليمنية بهذه الوعود، وكانت الدول الخليجية أيضا تأمل بدعم دولي أكثر مصداقية. أيضا يبدو هذا الدعم الدولي لم يتيسر.
الدول الخليجية من ناحية أخرى لديها أيضا همومها على الطرف الآخر من مياه الخليج. فأنا لا أريد أن أكون قاسيا في الحكم على المبادرة الخليجية، ولكن الدول الخليجية ليست بوضع سهل. الأزمة اليمنية أزمة معقدة، واليمن أمامنا يتفتت لأنه وفق بعض المراقبين ما عاد يتمتع بمواصفات الدولة. طيب ماذا عن بعد المبادرة الخليجية يعني أستاذ إياد، يعني كيف ترى المعالجة الخليجية مستقبلا لوقف النزيف اليمني؟ أتصور، وأنا طبعا لست سياسيا ولست صاحب قرار، ولكن أعتقد أن الواجب الأول الآن للقيادات الخليجية أن يكون لها موقف موحد. الأمر الآخر هو أن تبادر إلى دراسة الحالة كما هي على الأرض وليست كما تشتهي أن تكون، ومن ثم الانتقال إلى بعد ما تتكون لديها الصورة الكاملة ويكون لديها الموقف الواحد إلى معالجة واقعية وليست معالجة مثالية لوضع من هذا النوع. طيب ما هي المخاطر؟ البعض يتساءل هنا في الخليج، يعني ما هي المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على المنطقة، خاصة الدول الخليجية التي تعتبر ما يجري في اليمن إحدى أهم وأعقد الملفات التي يصعب تسويتها؟ ما هذا من الممكن أن نتكلم عن دول معزولة عن دول أخرى خاصة في المنطقة العربية. الدول العربية مفتوحة بعضها على بعض، ما يصيب دولة يصيب دول أخرى، هناك حرية التنقل، هناك جاليات مقيمة في هذه الدولة أو تلك، فالمسألة لم تعد مسألة طوباوية. يعني أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين، ما يمس دولة في شبه الجزيرة العربية يمس كل الدول الأخرى، واستقرار اليمن مصلحة أساسية لكل الدول الخليجية، حتى أبعد دولة خليجية موجودة. طيب أستاذ إياد، يعني محادثات تحصل بين ممثلي عن ميليشيات الحوثي وأيضا مسؤولين أمريكيين، يعني عقدت في وقت سابق، يقال أنها لا تتعلق باتفاق تقاسم السلطة، باعتقادك بماذا تتعلق؟ ما صدر عن ناطق سياسي وعسكري أمريكي هو أن المحادثات تجري، وكان حريصا جدا على القول أنها تجري لدعم إطار سياسي معين وليس لها علاقة بمواجهة القاعدة. هذا كان الحرص الأمريكي الأساسي للتأكيد على أنه ليس هناك تعاون أمريكي وحوثي عسكري، ولكن أنا لا أستبعد أبدا أن الحوار الأمريكي الحوثي موجود، بدليل على أن الحوار الأمريكي الإيراني موجود. هذا أمر أساسي، علينا ألا ننخدع بكلام معصولة وعائم. يعني المحادثات الأمريكية الإيرانية التي أجريت في مسقط أجريت بعيدا عن الأنظار لفترة طويلة، ولم يعلن عنها إلا فيما بعد حين. أنا أتصور أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك حوار أمريكي حوثي تحت الطاولة، مثلما هناك رضا أمريكي أيضا ضمني عن محادثات موسكو التي تقودها روسيا بالنسبة لسوريا. الموضوع الإقليمي كله الآن مترابط جزء منه بالآخر، ولم يعد من الممكن أن نفصل مناطق المنطقة بعينها يمكن أن تكون جزءا من إطار عام للنفوذ الإقليمي. طيب أستاذ إياد، يعني المحادثات النووية بين إيران والغرب أيضا تلقي بظلالها على ما يحدث في اليمن باعتقادك؟ أكيد. أي شيء، يعني نحن الموقف العربي العام والموقف الخليجي بالذات في موضوع إيران ثمة قلق من التطور الدووي الإيراني لدرجة أن تصبح إيران مجددا مثل ما كان يحلم الشاه شرطي الخليج الأول واستطراد شرطي المنطقة. ما تريده إيران اليوم هو دور كبير بالمنطقة، وأنا لا أعتقد أن إيران تجهل أنها لا تستطيع فعليا مواجهة الولايات المتحدة لو كانتا في مواجهة مباشرة، ولكن إيران تعلي سقف مطالبها كل الوقت لكي تفهم الولايات المتحدة أن ثمن التحالف معها يظل مقبولا أكثر من ثمن الصدام معها. والأمريكيون يتعاملون كقوة كبرى وواقعية تتعامل مع كل القضايا العالمية ليست من منطلق المبادئ المجردة بل من منطلق الأثمان أو التكلفة،
وبالتالي الإيرانيون يفهمون هذه الحقيقة، وهم سواء في الموضوع النووي أو التمدد الإقليمي أو أي موضوع آخر يمس المنطقة يفاوضون الأمريكيين من هذا المنطلق حول تكلفة التعامل معهم وتكلفة إرضائهم أو معاداتهم. تنظيم القاعدة أستاذ إياد يعني هو الآخر يحاول فرض نفسه على الساحة اليمنية، يعني وتوعد الحوثيين أيضا بحرب ضروس. إذا نحن أستاذ إياد على شفا حروب وليس حرب في اليمن. نحن أساسا في حرب فعلية في اليمن، حرب فعلية مستمرة ولم تتوقف، وهناك حروب أخرى فعلية وضمنية ومستترة وبالواسطة في أكثر من منطقة عربية. يعني طيب أستاذ إياد، يعني نعلم أن اليمن مجتمع قبل، يعني ما المخاطر من الانشطار؟ يعني إذا تضاعف هذا الأمر، يعني هل القبيلة في اليمن قادرة على لملمة الوضع أم ستزيد من تدهور الوضع أكثر وأكثر؟ يعني أعتقد أن هذا سؤال نظري، يعني نرجو أن يكون العامل القبلي ولو لمرة واحدة له دفع نتيجة إيجابية، ولكن أكيد الولاءات القبلية لم تكن في يوم من الأيام لمصلحة وحدة الوطنية، ولكن إذا كان لابد من مواجهة خطر التفتت فلعل العصبية القبلية ولو لمرة واحدة تفيد. طيب أستاذ إياد، يعني هل نحن أمام عودة النظام القديم؟ يعني وما موقف البعض يتساءل ما موقف اليمنيين فيما لو حدث ذلك، خاصة وأن النظام القديم قادر على التفاوض مع الحوثيين وتسيير أيضا ملف القاعدة؟ استبعد أن يعود النظام القديم على الأقل كما كان. هنا قد تعود شخصيات بالنظام القديم، قد تعود إذا تقرر أن لا يدمر الجيش، يعني يعاد بناء الجيش بطريقة أو بأخرى، ستعود بعض أشكال أو أجزاء النظام القديم. ما في شك، لا يمكن إلغاء أحد في اليمن. اليمن بلد تعددي شئنا أم أبينا، سواء كان تحت صفة قبلية أو صفة جهوية، ولكن عودة النظام القديم كما كان وبموازين القوى السابقة أعتقد أنه أمر متعدد. ما دور الجامعة إذن أستاذ إياد؟ يعني دور الجامعة العربية في هذه المعضلة، يعني لماذا بقيت لحد الآن دون تقديم حلول ملموسة باعتقادك؟ الجامعة العربية هي انعكاس للواقع العربي، ليس للجامعة العربية قوة ذاتية خاصة بها تستطيع أن تتجاوز التناقضات العربية والضعف العربي العام. عندما يكون هناك رؤية عربية موحدة للقضايا التي تمس الأمن العربي العام، يكون هناك موقف متجانس وقوي من جامعة الدول العربية. أما أن نتوقع من جامعة الدول العربية أن تتصرف وفيها عدة آراء متناقضة فهذا غير واقعي. من لندن المحلل السياسي الأستاذ إياد أبو شقرة، شكرا جزيلا لك. شكرا، أهلا وسهلا. مشاهدينا، إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في قلب الحدث. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.